بسم الله الرحمن الرحيم المثال اللي معانا ده مثال خاص بموضوع الاستيميشن في الكونستراكشن زي ما احنا شايفين قدامنا قدامنا جزء من البي او كيو البيل او ممكن نعتبرها بي او كيو لمشروع معين او لمجموعه من التاسكس الموجود فيها الايتم نمبر ديسكريبشن هنلاقي ان في عنصرين بس واحد ار سي فاونديشن ريفورس كونكريت فاونديشن اس بير والستيل ستراكشر عندنا اليونت اللي بتقاس بيها الكونكريت بالمتر مكعب الستراكشر هيبقى لام الكوانتي هنا 550 متر مكعب اللام اكيد 1 يونت طالما هي ايه لام واليونت برايس قد ايه لكل واحده فيهم ده اللي مطلوب ان احنا نسعره التوتال طبعا هينتج من الضربيات اللي بعد كده واعطيني مجموعه من المعطيات خاصه بالاندايركت والاوفر هيد هنستخدمها في وقتها واعطيني برضه الداتابيز بتاعه الكومباني بالنسبه للماتيريال بيقول لي الماتيريال بتكلفني الكونكريت للمتر المكعب الواحد بتكلفني 350 ريال بالنسبه لحديد التسليح للطن الواحد بيكلفني 4000 ريال الكوست اوف فورم ورك اللي هي الأعمال النجاره او الشده او القوالب دي بالمتر المسطح الواحد اللي هي سكويرد متر فور كونتاكت اريا آه بيكلفني عشرين ريال للمتر المسطح الواحد هنا بالنسبة للليبر أعطيني إن أنا محتاج للأيرن كرو ١ آه أيرن مان واتنين هيلبرز والأيرن آه مان نفسه بيكلف أو بديله ميتين آه ريال والهيلبر الواحد بمية يعني الاتنين بمتين ريال والاثنين مع بعض ممكن إن هم يعملوا برودكشن لاتنين آه بالنسبة للأيرن هيبقى اتنين طنز آه عندي بعد كده الفورم وورك كرو في 1 كاربنتر و2 هيلبرز الكاربنتر هياخد 200 الهيلبر هياخد 80 والاتنين دول هينتجوا مع بعض او اللي هم 3 لان واحد واتنين هيلبرز هينتجوا 100 متر مسطح سكوير متر كونتاكت اريا والكونكريت ليبرز آه طبعا على حسب وقت الصب نفسه فهنا بيقول لي الكونكريت ليبرز كفرنج وان بامب برودكشن والوان بامب دي بتنتج 250 متر مكعب في اليوم الانتاجيه دي معاها بحتاج واحد فورمان وواحد ليبر فورمان هيبقى موجود وليبر ممكن يعمل اكتر من حاجه زي ما هنشوف في المثال ممكن ابقى محتاج ليبرز للتسويه بعد كده لفك النجاره بعد كده للمعالجه زي ما هنعمل تحليل بعد شويه فبيقول لي تكلفة الفورمان الواحد ميتين وتكلفة الليبر الواحد تمانين ريال بالنسبة للإكويبمنت هو افترض إن البامب مش لودد يعني هي جاية أوريدي فبالتالي أنا عندي بس تكلفة للهزاز وافترض برضو إن أحتاج هليكوبتر ممكن إن أنا أعمل تسوية للسطح مثلا أو كده فال مع الأوبريتور بتاعه بياخد مية وخمسين في اليوم والهليكوبتر مع الأوبريتور بتاعها بياخد ربعمية في اليوم. طيب الخطوة اللي بعد كده ان احنا عايزين نعرف بقى المسطحات والنسب والكلام ده فهندخل على الدروينجز عشان نفهم لان البيو كيو لوحدها مش كافية انا عايز برضو اعرف الدروينجز فدخلت على الدروينجز وعملت التيك اوف او الحصر او الكوانت سيرفينج فلقيت ان في ثلاث انواع من الاواعد ثلاث نماذج F1 F2 F3 وعدد كل واحدة فيهم نمبرز بتاعها اللينث الويتس الهايت يعني القاعدة الاولى تقريبا 5 متر في 5 متر في ارتفاع متر والقاعدة التانية أربعة في أربعة في واحد والتالتة تلاتة في تلاتة في واحد دي نماذج مش أعداد كل نموذج منه عدد معين النموذج ده منه عشرة التاني عشرين التالت عشرة وبرضو عرفت حصرت الحديد اللي أنا محتاجه طبقا لتوزيع الحديد جوه القاعدة فعرفت إن نسبة التسليح لكل واحده فيهم كذا نسبه تسليح طبعا هقسم وزن الحديد على اجمالي الـ الـ المتر المكعب يعني هي كام متر مكعب عشان اعرف في في المتر المكعب الواحد في حديد قد ايه فلقيت هنا 70 كيلو في القاعده دي و, و 75 في القاعده دي و80 في القاعده الثالثه او في النموذج الثالث بعد كده محتاج ان انا اعمل ورك شيت خاص بكل عنصر منهم فهاجي على الكونكريت وهقول الكونكريت عايز النمبر قد ايه لو خدتها من الشيت اللي فات بتاع التيك اوف وعملت دراج عشان اجيب نفس الداتا وهقول بيساوي انا عندي من النموذج الاول عشرة عشر قواعد مضروبين في الفوليوم الفوليوم هيبقى الطول في عرض في ارتفاع الثلاثه دول هيبقى مجموعهم 660 متر مكعب ده التوتال فوليوم اوف كونكريت طيب هعمل نفس الشيء للستيل الستيل ورك شيت هقول ان الفوليوم انا طبعا هبقى واخده من هنا هقول خلينا نعمله مع بعض مثلا هاجي على الفوليوم نفسه هقول ايكوال واروح للتيك اوف او الكوست هنا ورك شيت بتاع الكونكريت ورك شيت وهقول له اوكي وهاجي على الرقم ده يبقى انا كده خدت ايه الفوليوم اللي هم المكعب بتاع كل نموذج من النماذج طيب ونسبه التسليح بتساوي كانت موجوده في التيك اوف دي نسبه التسليح للنموذج اف 1 وبالتالي اعمل دراج عشان اجيب الباقي لو ضربت دلوقتي يساوي ده مضروب في المكعب في الوزن وهقسم على ألف عشان أبقى جبتها بالطن، أو ممكن هنا عشان نحترم العنوان خلينا نقول ديت على ألف، وهنا خلاص احنا اوريدي قسمنا على ألف هنشيل القسمة. تمام يبقى محتاجين تسعة وأربعين طن نطلع العلامة العشرية ثمانية وأربعين بوينت زيرو طن للتوتال بتاع الأواعد طيب نفس الشيء هنعمله للفورم وورك إن أنا هدخل على الشيت بتاع الفورم وورك وهقول إن أنا عايز اللينث والويتس والهايت والنمبر فهاجي من هنا وهقول له ادي اهو نمبر يفضل ان احنا كنا نحافظ على الترتيب عشان سهولة الدراج طيب هنا السكويرد ميتر ال بتاعت الكونتاكت اريا الكونتاكت اريا هتبقى المحيط يعني انا عايز اقول حطيت جنب في كل جنب من جوانب القاعدة لو قلنا القاعدة دي شبه المكعب او متوازي المستطيلات فبالتالي هي ليها اربع جوانب طيب في كل جنب في جزء الجزء ده هعرفه ازاي أعمل إيه؟ أجيب المحيط بتاع القاعدة وأضربه في الارتفاع، المحيط بتاع القاعدة يعني الداير بتاعها اللي هو بيساوي الطول زائد العرض في اتنين، أفتح قوس كده وأقول ده زائد ده وأقفل القوس في اتنين، يبقى أنا كده جبت المحيط، أرجع أضربه في الارتفاع في واحد يبقى كده جبت إيه؟ المساحة الجانبية للقاعدة الواحدة وأضرب في العدد عشان يبقى لجميع قواعد النموذج ده. وأجمع ألاقيها إن هي ستمية وأربعين متر مسطح هبدأ بعد كده أشتغل على سمري شيت بحيث إن أنا أجمع الداتا دي كلها في شيت واحد فهروح هنا للسمري شيت ده السمري شيت موجود فيه الجزء الأولاني من البيو كيو الأيتم الكوانتيتي اليونت السب أيتمز بحيث إن أنا هحلله لمجموعة من Items وسعر كل واحد فيهم ومع كل واحد هقول انا محتاج ماتيريال قد ايه محتاج ليبر قد ايه دايركت وانديركت محتاج اكويبمنت قد ايه محتاج سب وبالتالي التوتال كام كان عندي بندين في البي او كيو دي بند خاص بالار اي سي بالار سي اللي هو الريفورس كونكريت وبند خاص بالستيل ستراكشر وده كان لام سم هبقى اعطيه مثلا لسبكونتراكتور طيب نيجي الاول على موضوع الار سي ال سي فاونديشن عايز اعرف الماتيريال بتاعتها نيجي هنا على الكوانتي كنا حطينا هنا الكوانتي بتاعة الكونكريت 660 وستين اللي انا محتاجها للستيل بالتنز 48 واربعين وللفورم وورك كنت محتاج 640 آخد الأرقام دي وأحطها في الكوانتي اللي انا عايز يبقى هنا إيكوال ده للفورم ورك الاول فورم ورك الرقم ده وللستيل كان 48 طن والكونكريت 660 طن والريموفال والكيورنج الاثنين دول مش هيبقى فيهم ماتيريال الاثنين دول هيبقى من باور بس باعتبار ان في واحد هيعمل ريموفال واحد هيعمل كيورنج انا مش هستهلك ماتريال جديدة. بالنسبة للميه يعني في الكيورنج لو انا هعالج ميه بس يعني باعتبار خلاص ان هي ايه اوريدي محسوبة في الاوفر هيد بتاع الموقع. لو في ماتريال تانية زي الشيتس او خيش او كده دي ممكن ساعتها ان انا ايه او كيميكال يعني اضافات كيميائيه خاصه بالمعالجه ممكن ساعتها بقى ان انا ايه استخدمها او احط القيمه بتاعتها فخلينا في مثال بسيط خالص ان انا مش هحتاج ماتيريال طيب هنا الريت اللي هو تكلفه العنصر الواحد او اليونت الواحده هنا انا بتكلم في متر مسطح 640 متر مسطح الريت بتاعهم كام انا كان عندي هنا في الماتيريال ان الريت 350 للمتر المكعب خرسانه 20 للمتر المسطح فورم ورك و4000 للطن الحديد هاجي اسقط الكلام ده في السمري شيت هقول له هنا ايكوال الريت بتاع الفورم ورك ادي اه الفورم ورك اهي وهنا الريت الخاص بالستيل وهنا الريت الخاص بالكونكريت محتاج اطلع بقى الكوست هضرب انا عندي 640 متر والمتر بيكلفني 20 في يبقى بالتالي بيكلف التوتال الرقم ده وهعمل دراج هعرف التكلفه الكليه قد ايه وساعتها اقدر اعمل توتال هنا واعرف تكلفه الماتيريال في الكميه الخرسانه اللي انا عايزها دي قد ايه اللي هم 660 طبعا نلاحظ ان 660 دي هي دي بس انا هنا ده الكوانتي بتاعة الحساب انا هتحاسب بناء على ده هنا انا بجيب كوانتي خاصة بالاستيميشن فاختلفت هنا غير هنا غير هنا هنا عشان دي نفس المتر المكعب انا هتحاسب بالمتر المكعب وبصب متر المكعب لكن الستيل انا تكلفتي بالطن وورك بيتكلفني بالمتر المسطح فعشان كده كل واحدة فيهم ايه ليها كوانتي تانية يعني طيب نيجي للجزء بتاع الليبر انا عايز البرودكتيفيتي وعايز الكروز قد ايه وعايز ديوريشن والريت وبعد كده هحسب التوتال هاجي هنا على اول بند الفورم وورك وتعالوا نشوف الليبر كانت محسوبه ازاي في الفورم وورك عندي كان بيقول انت محتاج واحد كاربنتر واتنين هيلبر عشان يدوني 100 متر مسطح اللي هو اس ام سي اي وده هيكلفني اتنين اه اتنين هيلبر بثمانين وواحد كاربنتر بمتين طيب البروداكتيفيتي في النهايه هيدوني ايه التيم ده او الكرو ده بيديني 100 متر مسطح فهاجي اخد الرقم ده هنا واقول في البروداكتيفيتي انا عندي يساوي في الفورم ورك اقدر اطلع 200 او اقدر اطلع 100 سوري وفي الستيل البروداكتيفيتي عندي للكرو يقدر الكرو ان هو يشتغل اتنين طن والكروب بتاع الكونكريت يقدر ان هو يعمل ميتين وخمسين متر مكعب وممكن ان احنا نكتب ايه الوحدات بتاعتهم، طيب انا محتاج اعرف هنا الكروز قد ايه. الفورم وورك هروح كده واشوف ان الكوانتيتي عندي كانت 640 او احنا كنا نقلنها كمان هنا اهي 640 وانا عندي 100 فممكن افترض ان انا هشغل مثلا 2 كرو وبالتالي الديوريشن بتساوي هقسم ال 640 دي على الـ على ال 2 على ال 100 هتساوي تلاتة واتنين من عشرة يوم أنا عندي ستمية متر واتنين كرو فبالتالي الكرو الواحد بيعمل مية يبقى في اليوم الاتنين كرو يعملوا ميتين الميتين دول محتاج تلات أيام عشان أخلص مية فطلعت تلاتة بوينت تو خليها تلاتة سي إن هي تلاتة نضغط على الناس شوية طيب بالنسبة للحديد الحديد أنا عندي هنا اتنين والكمية التوتال تسعة واربعين يعني في رينج الايه تمانية واربعين تسعة واربعين خلينا نقول مثلا ان احنا نحتاج اربعة كروز نفس الحكاية هنعملها عايزين نشوف الديوريشن طلعت الديوريشن تلات ايام هقسم تسعة واربعين على الاتنين على الاربعة عندي اربعة كرو اربعة في اتنين بيعملوا اتنين طن في اليوم يبقى تمانية اطلع تمانية في اليوم تمانية واربعين على التمانية فيها الستة اللي هي ايه اربعة في 2 ب 8 وانا عندي 48 48 على 8 فيها 6 طيب الثلاثه هنا عشان ما فيش فورمولا عشان احنا غيرنا الفورمولا لا خلينا نكتب الفورمولا بنفسنا يساوي 49 على 2 على 4 يساوي 6.08 خلينا برضو نكتبها بنفسنا ونقول 6 طيب هنا الفورمر او الكونكريت الكونكريت عندي 660 و 250 في اليوم فهنقول ان هو مفيش كروز بقى هي بالايام فانا هاخد مثلا 3 ايام يعني هكتب هنا واحد عشان بس المعادلة هقول يساوي الكمية على البرودكتيفيتي في اليوم الواحد على واحد باعتبار ان هو كرو واحد او بامب واحدة شغالة مثلا ف 2.64 هنقول ان انا هاخد 3 أيام شغل صب الخرسانة طيب نيجي لل للريتس ولا نكمل أول نكمل الريموفال مثلا الريموفال أنا هفترض إن أنا عندي مثلا إيه يوميتين مثلا عامل فهاجي أقول كده إيه إن أنا عندي آه الكروز اللي هو يعتبر بقى عدد العمال هيبقى اتنين مثلا عمال ممكن اكتبها هنا والديوريشن واحد او العكس هي هي يعني. وبالنسبة للكيورينج هقول مثلا ان انا ايه هقعد خمس ايام فبالتالي هنا خمسة وهو عامل واحد هيجي يرش مثلا مية او كده فيبقى عندي ايه خمس ايام وعامل واحد هنا يوم واحد واتنين عمال يفكوا الفورمورك طيب بعد كده انا عايز بقى الريتس انا كان عندي هنا موجود الريت لكل كرو منهم فانا هجيب الريت بتاع الكرو وابقى ادرب فهاجي اقول هنا اني كنت عايز الريت بتاع الكرو يساوي للفورم ورك هروح على المعلومات الرئيسية الفورم ورك اهو كان ميتين زائد التمانين بس تمانين مرتين أضربها في اتنين أو أقول تمانين زائد تمانين زائد تمانين تانية يبقى ميتين وتمانين وتمانين تلتميه وستين إنتر هلاقي تلتمية وستين بقت موجودة هنا. طيب الحديد يساوي هروح على المعلومات الرئيسية هلاقي إن الكروب بتاع الحديد ميتين ومية ومية ميتين زائد مية زائد مية الهيلبر التاني. يبقى عرفت الكروب يكلفني قد ايه طيب بالنسبه للكونكريت برده هقول يساوي واروح على الكونكريت اروح سوري على المعلومات الرئيسيه وهلاقي ان انا عندي واحد فورمان واحد ليبر 200 زائد ال 80 يبقى 280 الاتنين اللي, اللي فاضلين الريموفال والكيورنج احنا قلنا بالعامل فهقول مثلا يساوي وهقول ان العامل بكام العامل ب 80 وهنا نفس الشيء يساوي ممكن اكتبها كتابة يعني او يساوي 80 ابدا اجيب التوتال هنيجي على الايكويبمنت الايكويبمنت انا محتاج زي ما قال لي في معطيات المساله في عندي فايبريتور وهليكوبتر ويعطيني اليوميه بتاعت كل واحد فيهم فاجي على السامري شيت وهكتب هنا مثلا فايبريتور و الهليكوبتر واقول أنا في الفيبريتور أنا محتاج تلات أيام بإعتبار أن الصب عندي خلاص بقى تلات أيام حطيته هنا ديوريشن والريت بتاع كل واحدة فيهم يساوي من معلومات داتابيز مية وخمسين مع العامل وهنا اربعمية مع العامل وهقول يساوي التلاتة في ال ميه وخمسين وهنا نفس الشيء ممكن اعمل دراج وكده ممكن اجمع التوتال بتاع الماتيريال بتاع الاكويبمنت سوري يبقى عندي التوتال قد كذا ما مفيش عندي والتوتال للبند ممكن بقى اخد دول كلهم كده كتوتال للبند اربعمية سبعة وخمسين الف تلتمية تمانية وخمسين بالنسبة للستيل ستراكشر انا هفترض ان هي سب كونتراكتور وهقول ان هو هياخد خمسمية الف لم ده التكلفة بتاعت البند هنا ممكن ان انا اجمع بقى واقول ايه طبعا هنا زيرو وهنا زيرو 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 مفيش حاجات ديت ودي نفس الفورمولا اللي هنا اخدها هتطلع هي هي 500000 ألف ده وممكن ان انا بقى ساعتها اجمع اقول تكلفة كل الماتيريال اللي عندي دي زائد ديت يساوي إيه اهي طبعا عشان زيرو فبالتالي ايه مش فارقة معانا وهنا ممكن اجمع الليبر كله اقول يساوي ده زائد ده زائد زيرو زائد زيرو الإندايركت وهنا هقول يساوي الأر سي اكويبمنت زائد الستراكشر اكويبمنت زيرو وهنا هقول يساوي الزيرو سبكونتراكتور هنا زائد هنا يساوي وممكن ساعتها إيه أعرف التوتال بتاعهم كام اللي هو مجموع دول مظبوط تمام أعمل سيف للفايل كده انا خلصت السامري شيت وطلعت التكاليف بتاعتي الخاصة بالماتيريال الدايركت ليبر الاندايركت ليبر والاكويبمنت والسب كونتراكتور هندخل بعد كده على الركاب شيت في الركاب شيت هاخد نفس الارقام عشان اشتغل عليها من السامري شيت ماتيريال وليبر وإكويبمنت وسب كونتراكتور هنا جماعة الاتنين دايركت وإندايركت الإكويبمنت هو رقم واحد ألف وخمسين كونتراكتور للآر سي بزيرو وهنا دول أنا عارف إن كلهم إصفار فمفيش داعي يعني إن نكتبهم تاني ودي هي اللي في السمري شيت مية ألف أقدر إن أنا أجمع توتال في الإتجاه ده أو في الإتجاه ده تسعمية سبعة وخمسين مفروض تبقى هي اللي هنا هنا خمسمية وتمنتاشر بس. في حاجة في الرقم اكيد. هي خمسمية وربعمية لازم تبقى تسعمية. طيب خلينا نقول ايه? يساوي ده زائد ده زائد ده زائد ده وانتر اهي 957358 سبعة تمام ألاقي الرقم ده أهو موجود عندي طيب نرجع لكده لمعطيات المسألة كان بيقول لي هنا مجموعة من المعطيات كان بيقول لي إن السيلز تاكس عشرة في السيلز تاكس هتنطبق على الماتيريال البيرول تاكس هتنطبق على المان باور الاكويبمنت ستورج والانشورنس اعطاني رقم ثابت وخاص بالمعدات وتامينها والكلام ده كله البروجكت انشورنس ده على البروجكت ككل اللي فاتت دي كانت على المعدات للاكويبمنت لكن ده البروجكت انشورنس 1% على البروجكت ككل البيت بوند اللي انا بقدمه في التندر بيبقى مدته مثلا 3 شهور فهو بيقول لي بافتراض يعني ان انا كنت هدفع الفلوس دي للبنك يعني لو انا هدفعها فبالتالي هي فلوس معطله وكان قيمته 2% البرفورمانس بوند اللي لو انا رسي عليا البروجكت ده بروح اسدد البرفورمانس بوند وهنا بيقول لي ان هو 5% الريتنشن بيقول لي هيكون في مستقطع للضمان الاعمال 10% من كل انفويس من كل مستخلص الريسك 1% الهيد كوارتر الاوفر هيد تاعه افترض أنه هو 5% Contingencies 10 10000 ريال التارجت بروفيت مستهدف ان الربحيه تكون 20% وكوست اوف ماني اللي هي الانترست يعني هتبقى 10% هو بيقول لي اي فلوس انا هحطها وتتخزن لفتره سواء كانت البيت بوند او البرفورمانس بوند او الريتنشن الثلاثه دول هبقى محتاج ان انا اعرف الكوست بتاع الماني لو كنت استثمرت الفلوس دي او لو انا سالف الفلوس دي وليها انترست معينه فبالتالي الكوست اوف ماني ال 10% ده محتاج انه يتحسب طيب في بعض المعطيات هنا بعض المعطيات هنا اقدر ان انا احسبها مباشره من قيمه التكاليف اللي عندي يعني لو رجعنا للريكاب شيت الريكاب شيت في عندي الماتيريال بكام الليبر بكام الاكويبمنت بكام السب كونتراكتور في بعض التكاليف هقدر احسبها مباشره على الارقام دي وفي بعض التكاليف بتكون من التوتال بتاع الكونتركت. يعني على سبيل المثال الريسك 1% من التوتال كله طب ما التوتال انا لسه ما اعرفوش انا ما حسبتوش طب هجيبه ازاي فهعملها على ترايل اند ايرور او على iteration وقتها هقول ان انا هشتغل على تو ستيبس الستيب الاولانيه خلينا دي برضو نسمي دي ستيب 2 عشان تبقى باينه الستيب الاولانيه للحاجات المعروفه زي السيلز تاكس السيلز تاكس هقول إن هي كان قايل عشرة في من الماتيريال هاخد الكلام ده بيساوي العشرة في المية دي وأضربها في الماتيريال بكام ب438600 وانتر. هاجي على الليبر وهقول بتساوي البي رول تاكس عشرة في في اللي أنا هدفعه للليبر دايركت وإندايركت وهاجي على الأكويبمنت ستورج هو كان عاطيني رقم نروح نشوف الرقم كام الاكويبمنت ستورج اند انشورانس 350 وهاجي في الركاب واكتب ان هنا 350 السايت اوفر هيد كان عاطيني هنا payroll tax equipment project insurance bid bond performance bond تارجت بروفيت كونتينجنسيز واضح ان هو ايه مش واضح هنا خلينا حتى نزوده هنا لو انا مش شايفه سايت اوفر هيد يساوي تسعين الف وهاجي هنا على الريكاب شيت واحط التسعين الف دي مبلغ زي ما هو وهقول ان التوتال بيساوي مجموع العناصر دي طبعا منساش التكلفة الرئيسية اللي هي 957 فهضمها معايا كمان يبقى كده انا هتكلف وان زيرو تسعة مليون وتلاتة وتسعين الف طيب بعض العناصر التانية الانشورانس والكوست اوف ماني والريسك والكونتنجنسي والكلام ده ده هيتحسب من التوتال اماونت فعشان كده انا ما اعرفش التوتال اماونت كام فهفترض ان التوتال اماونت هتزيد عن الرقم اللي انا طلعته ده اللي هو المليون تلاتة وتسعين الف هفترض انها تزيد مثلا بخمسة وعشرين في المية فهقول يساوي الرقم ده في .25 واجمع الاتنين على بعض اللي هو الرقم ده زائد الخمسة وعشرين في المية او اضربها في 1.25 هي هي هيطلع واحد تلتمية ستة وستين الجزء اللي انا جمعته ده باي ترايل اند ايرور انا بفترض ان هو هيكون ده طب عشان اتشيك الكلام ده فعلا هل فعلا خمسة وعشرين ولا تمانية وعشرين ولا تلاتين ولا كام هرجع احسب الكلام ده بس من القيمة الجديدة وبعد ما اخلص هشوف الرقم اللي طلع قريب ولا لا واعمل اتريشن تانية وتالتة ورابعة وهكذا لغاية ما اوصل للرقم الدقيق طيب نشتغل على ده الانشورنس قال لي 1% من التكلفة الكلية أو من البيد أماونت اللي أنا هسميها اي ام 1 ديت فهقول يساوي 1% في الرقم الكبير بقى اللي هو شامل التكلفة ديت وهنا ممكن طبعا أثبت ب أربعة 4 عشان مش كل شوية أعمل طيب أنا هجمعهم هنا ونشرحهم دلوقتي ال 13666 دي انشورنس 1% من الرقم ده البيت بوند قال لي انت دفعت 2% اللي هم بيت بوند 2% من الرقم الكلي بتاعك من التكلفه بتاعتك او من قيمه التسعير بتاعك اللي هيبقى ساعتها مش تكلفه هيبقى برايس لان هيبقى شامل اوفر هيد وبروفيت وكل شيء 1% من البرايس قلنا ده الانشورنس والبيت بوند قلنا هتبقى 2% من البرايس الكوست اوف ماني بتاعتهم 10% يبقى انا كان هخسر 10% لما اركن الفلوس دي ده بافتراض يعني ان انا ايه هحط الفلوس دي في مكان وهيبقى ده ضمان البنك يعني هو مفترض هنا كده طيب 2% في 10% بس هيقعد 3 شهور بس يبقى في 3 على 12 لان ال 10% كوست اوف ماني دي الانترست بتبقى سنويه انا هاخد بس 3 شهور يبقى في 3 على 12 طيب اضرب التلاتة دول في بعض يطلع 0.05% اضربهم في البرايس بتاعي المفترض هيطلع 683 ريال هعمل نفس الحكايه في البرفورمانس بوند البرفورمانس بوند اللي هو الضمان النهائي هو بيقول ان هو 5% طبعا لو في بيختلف ال 5% هضربها في 10% في المية كوست اوف ماني في 12 على 12 بافتراض ان هي ايه هتقعد المشروع ده هيقعد لمده سنه ولو هجدد طبعا هزود التكلفة بتاعتها بس أنا هفترض دلوقتي سنة طيب فطلع ضربية الخمسة في المية في العشرة في المية في واحد تطلع بوينت فايف هضرب البوينت فايف في البرايس بتاعي هيطلع ستة الاف تلاتة وتلاتين الريتنشن بيقول لي انت هيستقطع منك عشرة في المية ال 10% دي تكلفة الكوست اوف ماني بسبب ان انا اتحجزت مني وما استثمرتهاش في حاجة فخسرت 10% فاضرب 10% في 10% بس بيقول لي الكلام ده مش هيحصل في بداية العقد مباشرة ومش في اخر العقد مباشرة فافترض ان التوزيع خطي وهاخد الافرج كاني باخد نص القيمة دي الافرج ما بين زيرو في البداية والتوتال ريتينج او التوتال ريتنشن في النهاية اخد الافرج ما بينهم التوتال ريتنشن زائد الزيرو على اتنين يعني كاني باخد ايه نص الرقم ده كأفريج يعني او كابروكسيميشن طيب خدت الضربيه دي وضربتها طلع بوينت فايف بيرسنت عندي بعد كده الرس الرس كان قايل لي واحد في الميه من قيمه التندر بتاعك او من الأمونت البيد أمونت هضربها مباشرة الهيد كوارتر اوفر هيد قال لي خمسة في المية كونتنجنسي اعطاني رقم مباشرة عشرة الاف كان جيفن هنا ان هو كونتنجنسي ب الاف ريال والبروفيت عشرين في المية من البيد اماونت طيب هجمع الارقام دي كلها هقول سم طلع رقم بس الرقم ده هي المفروض انه كان يبقى شبه ال273 الرقم اللي انا افترضته طيب خليني ازود على الصم ده كمان زائد التكاليف اللي انا كنت وصلت لها اللي هو التوتال ده اللي هو مليون تلاتة وتسعين الف ميتين تسعة وسبعين عشان تبقى الرقم ده ممثل للبيد اماونت الجديدة لأول اتريشن عندي طلعت مليون ربعمية ستة وتمانين أكبر يبقى معنى كده الرقم ده لأ قليل أنا محتاج ان انا ازود شوية عن الرقم ده هعمل نفس الكلام ده كإتريشن تانية ممكن اخد كوبي طيب هنا وأصحح بس الفورملاز عندي هنا طبعا هيبقى البيد اماونت الجديدة هي دي والصم هنا صم الحاجات اللي أنا جمعتها زائد التوتال الأولاني برضو التوتال ده ثابت خلاص طلعت مليون خمسمية وعشرين نلاحظ إن الفرق بيقل شوية كان اول تلتمية ستة وستين ربعمية ستة وثمانين خمسمية وعشرين لو قعدت أعمل تلاتة أربعة إتريشن كمان مثلا إيه أكيد هوصل لناتج أفضل أنا بشتغل على القيمة الجديدة تمام. السم زائد التوتال الأولاني خالص طلعت خمسمية وتسعة وعشرين، كانت خمسمية وعشرين بقت خمسمية وتسعة وعشرين، نلاحظ ايه؟ إن هي عمالة تقل بشكل كبير جدا. المفروض ثبتنا التوتال دي كانت تسهل علينا طيب هنا بدل 529 بقت 532 قلت يعني زادت بنسبه قليله او بمعدل اقل يعني الفرق عمال ان هو ينحصر عمال اقرب من الرقم الصحيح

طيب في طريقة تانية أسرع شوية من الكلام ده الجول سي خليني أشرحها برضو لو إيه لو حد حب إن هو يشتغل بيها أنا عندي ستيب تو المفروض إن هي كانت نهاية المسألة لهنا المفروض إن الرقم ده يطلع قد الرقم اللي فين الرقم اللي هو الفرق يطلع قد الرقم ده هي قدرا البروفيت عشان عشرين في المية قريبة بس لكن هنا المفروض إن الإكس الزيادة تبقى قد كل دول طيب خليني هقول هنا يساوي الصم بتاع الأيتمز اللي في ستيب 2 الصم بتاع دول طلع رقم تلتمية تلاتة وتسعين كان المفروض إن هو يساوي ميتين تلاتة وسبعين يعني الفرق بينهم المفروض إن هو يساوي زيرو هقول يساوي ده ناقص ده المفروض انه كان يساوي صفر لا طلع 120 وعشان كده اضطريت اعمل اتريشن اكتر عشان اوصله للزيرو طيب من البداية انا هقوله لو سمحت غير لي في الرقم ده زوده شوية بدل ما هو 273 وسبعين لي مثلا 300 طلعت 100 طب خلوه لي 400 28 الفرق طب خلوه لي 430 مثلا لسه في سبعة آلاف فرق طب خليهولي ربعمية وخمسين بقى في ماينس سبعة آلاف طب لي ارجع تاني ربعمية وأربعين طلع خمسة وتمانين اللي هي نجليكتابل فكده أنا إيه أوكي يبقى هو ده الرقم بتاع البيد الخمسمية تلاتة تلاتين مليون و تلاتة تلاتين أو إن أنا كنت أشتغل بالجول سيك خلينا دي زي ما هي اللي هي بتساوي بوينت تو فايف عشان منغيرش بس خلينا نحطها بقى برقم مثلا عشان ايه جول سيك يعني الاول .25 في الرقم ده اللي هي 273 خلينا نكتبها 270 مثلا 270 اي رقم افترضته 27 لا 270 اي رقم افترضته انا عايزه يزود لي الرقم ده بحيث انه يخلي الديفرنس او الفرق ده زيرو فاروح على جول سيك من داتا واختار What If Analysis واختار جول سيك وفي جول سيك دي بتعمل ترايل بتقول لي خلي السيل انهي دي انا عايزها توصل لزيرو هقول له خلي السيل دي تكون زيرو تو فاليو زيرو طب ازاي باي Changing السيل ديت اقعد غير الرقم ده كل شويه واحسب دول ووصل لغايه هنا وشوف الفرق وصل لزيرو ولا لا تمام وهقول له اوكي هيعمل هو ترايلز كده مع نفسه ووصله هو فعلا لانه صفرها عند 440 فانا كده ايه فكده صفرها خلاها بزيرو عن طريق ان هو وصل لرقم 440 ده اللي لما بيزوده على الرقم ده بيبقى هو مكافئ للمجموع الارقام دي فبيوصل ل 1533 ويشتغل على 1533 ده يطلع الارقام دي يجمعهم يطلع هو هو ال 1533 397 حتى لو فتحنا العلامات العشرية ايه هتبان ان هي 0.53 خمسة زيها وبكده يبقى وصلنا للبيد اماونت خلينا بقى فيش داعي بقى للإتريشنز ديت نمسحها كلها او خلينا أسيبها في الفايل يعني بس ايه بس نبقى عارفين ان احنا مش محتاجينها نعملها بالرمادي مثلا هو ده الرقم اللي عندنا 1533396.53 هروح على البرايسنج وهقول له طيب هاجي ناخدهم من الشيت اللي فات بتاع الركاب كانوا موجودين ندي الارقام اللي في الركاب طيب دلوقتي عندي هقول ان البيدا ماونت كانت تساوي وراح اخد الرقم اللي انا حسبته فعلا اللي هو ده سواء اللي بالاورنج او ده الاتنين واحد والفاكتور بيساوي الرقم الجديد اللي هو اكبر من الاولاني على الرقم الاولاني اللي هي التكاليف تعتبر ايه المباشرة تقريبا يعني اللي انا كنت حاسبها في الاول طلع الفاكتور 1.6 ومجموعة من الكسور هاخد كل رقم من ارقام البيوكيو كتكلفة يساوي هنا الرقم كان كام في البيوكيو كان هو ده ممكن أعملها بالشكل ده او بالعكس خلينا نقول دلوقتي كده سوي ده في الفاكتور اكبره وهنا نفس الشيء ده المفروض يكون السعر بتاعي هاجي على البيوكيو ولما اجي راح اسعرها بقى هقوله لو سمحت انا عايز احط اليونت برايس هنا مش اليونت برايس بقى القديم انا هقسم القيمه دي على الكوانتيتي فهاجي اقول يساوي الخرسانه المسلحه كلها هتكلفني تكلفني 732 هنا الصفر اللي تحتيها ده بالتالي مش صح اه الرقم اتغير ماشي نرجعه طيب الخرسانه المسلحه كلها هتكلفني 732 هقول هنا اليونت برايس بيساوي ال 732 دول على 550 متر مكعب وهنا بتساوي ال 800 على واحد لان هو لم صم فهيفضل نفس الرقم وهرجع اضرب يساوي ال 550 عشان دي البيو كيو بقى اللي هيشوفها هو مش هيشوف الجدول اللي فوق ده الراجل اللي انا بديله التسعير بتاعي الكلاينت يعني مش هيشوف التكاليف بتاعتي والشيتس ديت هو هيشوف الجزء بقى الازرق الاخير ده فبالتالي ممكن نعمل لها دراج برضو وهنا يساوي مجموع ده زائد ده اللي هو نفس البيد أمونت اللي انا حسبتها مليون خمسمية تلاتة وتلاتين وهي دي البيو كيو اللي انا هطلعها له الاسعار دي شاملة كل شيء زي ما احنا شفنا شاملة موضوع البيت بونس والريسك والكونتنجنسي والهيد اوفر والهيد كوارتر اوفر هيد شاملة السيلز تاسك والبيرول تاكس وال والسايت اوفر هيد والاكويبمنت ستورج شاملة الماتيريال الليبر الاكويبمنت السبكونتراكتور بحيث ان هي ايه شامله حتى البروفيت بتاعي اللي هو 20% في الميه اقدر ان انا اشتغل على السعر الجديد بالشكل ده. المنطقي طبعا ان انا ايه ما بسيبش برده اليونت برايس كده انا بلاقيه مثلا واحد تلاتة تلاتة واحد بوينت تسعه فممكن للسهوله واحد اخليه مثلا واحد تلاته, تلاتة تنين واحد تلاته, تلاتة ممكن ان انا اخليها 800 850. انا بحاول برضه ان انا ما ازودهاش بزياده خالص يعني ما اقولش بقى الف مثلا عشان برضه انا بنافس يعني فمحتاج ان انا يرسى علي التندر ده او اخد البيدنج دوت يعني فطالما بنافس يبقى محتاج ان انا ايه اوصل لاقل سعر بس يكون محقق لي كل اللي انا عايزه وبكده يبقى خلصنا الاكزامبل بتاعنا طبعا قد يكون في رؤى مختلفه لطريقه الركاب نفسها او الضربيات بس يعني دي احد الطرق المقترحة وممكن ان احنا يبقى فيها إيه اختلافات يعني في وجهة النظر برضو للايه للضربيات وطريقتها وكده كلها بتبقى استراتيجيز مختلفة